صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بقناة سافر مع ريان. اهلا وسهلا فيكم بفلوج رقم 3 من بياغيتس بفرنسا. فرفقت من شوي وبدي انزل اخذ البريكفاست، مثل ما تشوفوا الجو هيك شوي تعبان، فرح انزل هلا اخذ البريكفاست ومن بعدها رح احاول اني اطلع. اذا تحسن الطقس بدي اروح على السيتي سنتر ارجع مرة تانية على البيتش سايد. يلا تابعوا معي. فهيدا البريكفاست، ومثل ما بتشوفوا في كتير بيستريز و في مثل وافلز و بانكيك وعصير، وفي فواكه ويوغورت فروت سالاد وبيض. هون انتو اذا بتحبوا تقلوا بيض وكيكس ودونتس. هنشوفوا الكواسان مع تشوكلت. بس غريب ما حاطين توست، حاطين خبز وانتو بتقطعوه. في كذا نوع جبنة، وهون الهام والبيكن كولد كاتس. فهيدا اللي اخدته. بس الفروت سالاد كان ياريت لو ما حاطين بقلبها بطيخ، لانه ما بحب الفروت سالاد يكون بقلبها بطيخ. لو حاطين شمام يمكن كان اطيب او شي تاني مثل مانجو. فبدي اطلع هلا اتجول شوي بالاوتيل، بدي اشوف وين الجيم والسويمينج بول لانه بعد لهلا ما شفت وين. ف ماشي بهذا الكوريدور ما اعرف وين. هون السبا معناها هون للجيم، بشوف وين السويمينج بول. يمكن ورا رح ارجع. ايه فهون رح اطلع هلا السويمينج بول برا. فحلو هون مثل ما عم بتشوفوا، المكان كتير حلو. انا هلا لا شفته امبارح ما لحقت، ومنه 24 على 24 اكيد، واذا خاصة بهذا الجو هلا يعني الا اذا تحسن الطقس. شفت انا لانه على الوذر فوركاست انه رح يتحسن اليوم، رح يصير دافي. فرح ارجع اجي بلكي من بعد ما اخلص جولتي بالسيتي سنتر بيجي بتسبح هون. هلا المكان كتير حلو. فظهرت انا هلا من الاوتيل لروح اخذ الباص ارجع انزل على السيتي سنتر. فظهرت بكير تقريبا هالشي الساعه 11 ونص، فنلحق النهار وبعدين ارجع. ما بعرف، رجعت شاكت كمان على حاله الطقس وقالوا في شتاء بعد شي ساعه، فما بعرف لشوف هلا. هاي المنطقه اللي الاوتيل قريب منها اسمها ماري دي انجيل، كتير حلوة وكتير راقية مثل ما عم تشوفوا. حتى البيوت حلوة بس بكون بس ما فيها يعني محلات كتير. هلا شفت امبارح انا ومرق بالباص انه لا اذا بمشي تقريبا شي 20 دقيقة بشوف في بعض المحلات، بس مش كتير في يعني. هون اكتر العالم معاها سيارات، واذا بدهم اي شيء دغري بيروحوا على السيتي سنتر، او ما بعرف اذا في مجمع قالوا لي، لانه هيدي الموظف على السيرفر في مجمع فيه مثل بقلبه كارفور وهال والمحلات يعني اللي بدهم يروحوا يشتروا اغراضهم. فهيدا الباص اخذته انا هلا ورايح على السيتي سنتر. بدنا تقريبا شي 18 دقيقة ونوصل. الباص اخذ 1.40 سنت. امبارح ما بعرف ليه هيداك شرج علي اكثر، بعدين رجعوا عملوا لي ريفاند. وهيدا اكيد وان واي، ما عندهم هيدي الاول داي تيكت. هلا مش مشكله بما انه انا رايح وراجع جاي. فوصلت انا هلا وهون الباص ستوب، نزلت هلا عم بحس المدينه اجمل بكتير، لانه امبارح لما وصلت لهون كانت على يعني وقت الغروب، فهلا مبيني اجمل هيك عم شوفها هيك مثل ما حتى انتم عم تشوفوا هلا بالتصوير واضحه اكثر الصوره. مكان عن جد كثير حلو، ما بيشبه اي مكان تاني يعني ب لنقول بباريس، لانه انا زرت قبل يعني مثل شمال فرنسا. وهون عالم عم تسبح عادي. هلا في الطقس ويندي، منه مثل ما عم بقول لكم يعني مش خارج السباحه ابدا، بس العالم ما عادي ما في عندها اي مشكله. وهيدا هيدا قالوا لي افضل مكان للي بدهم يجوا يتسبحوا عائلات. في بعض شواطئ تانية بعدين هلا بنمشي لقدام وبنشوفهم. عم بتبلش هلا تنقط كأنه بدها تشتي. ف
فبدي اطلع انا هلا على مكان، بس اطلع على البيك مثل الجبل، هو بتطلع له لفوق ببين فيو كتير حلو، فانا هلا رح اطلع لانه امبارح ما لحقت اطلع، فهلا اطلع لفوق وشوف الفيو كيف ببين. هيك بهرب شوي من الشتاء لانه بلشت، على كل ما بتطلعوا شوي ببين الفيو اجمل، واذا بتحبوا تاخدوا صور. بس حلوة يعني هيدي المدينة، بس لو انه تجوا يكون الجو حلو تجوا كعائلة كتير بتنبسطوا فيها. هل انا جاي يومين بالنسبة لغيري اذا بحبوا يجوا يقضوا لهم 5 ايام، اذا كنتوا ماخدين مثل ريزورت او اوتيل في بقلبه مسبح بيكون افضل، يعني احسن ما تاخدوا اير بي ام بي او اوتيل ما في شيء، مشان اذا كان معكم اولاد يقدروا يتسلوا وينبسطوا. شوفوا كيف قلب الجو هلا، ليكو الهواء قد ايه قوي، لك البحر حتى صار الموج كتير قوي، يعني انا هلا ماشي حاسس حال التليفون رح يطير، يعني عم صور وحاسس التليفون رح يطير. فهلا رجع خف شوي الشتاء، فطلعت لفوق على السيتي سنتر، ف بتشوف اتجول فيه كمان للمكان لانه امبارح ما قدرت اتجول فيه. هلا افضل لانه امبارح كانت الدنيا ليل فما كنت عم بقدر اشوف منيح. هلا المحلات فاتحة، هون في ماركت رح ادخل انا هلا على الماركت ورح صور لكم جوا نشوف شو عم ببيعوا هون جوا، وهون كمان في برا بس عم بيسكروا يمكن من سبب سوء الأحوال الجوية. الأشياء هيك عم بيبيعوا إكسسوار وحرفيات وجزادين، وفي كافيه هون فرح أدخل هلأ لجوا وخلينا نشوف شو فيه. نشوف هيدا الماركت الفرنسي شو عم بيبيع. مثل ما عم بتشوفوا بيض، لحوم، أجبان، هون هيدا بورك، وهيدا أرانب، هيدول أرانب، وفي مثل عصافير، وهون عم بيبيعوا ورد، فواكه. أكيد حلويات وفواكه هون، بين الشي مرتب والكواليتي كتير منيحة. وعند هاي الدرجة عم بيبيع، عم بيبيع فواكه مجففة، كمان مكسرات وعسل وزيتون، يعني في اشياء حلو بحب بيشتري، يعني بنصحكم فيه لهذا المكان. هون عم يعملوا دجاج مشوي بس يمكن على الأرجح بط هيدا لأنه كتير كبير، أو ديكرومي، وفي أجبان كمان أكيد، جبنة الفرنسية، يعني فرنسا مشهورة بالجبنة. يعني كان جاي عبالي آخد معي بس إنه أنا ما لأنه أنا لحالي يعني ما باكل كتير جبنة، بتقعد عندي شهر والله. في عجقة يعني كتير في هيدا الماركت كتير، وخاصة هلا لأنه عم بتشتي برا فكلهم فاتوا لجوا، وخبز كمان مشهورين كمان بالخبز الباكيت. وهون كمان عم بيبيعوا أجبان و الحلويات، هون الكرامبري كتير غالي سعره، هيدي العلبة حتى الفريز بس ليك هيك هيدا ب4 يورو، سعره مقبول. وهيدا الباسكال بطيخ، سعره 8 يورو يمكن ال مثل ما عم بتشوفوا عم بتشتت.
مناطر شوي لتوقف ما اقدر اظهر. يلا بلش يخف الشتاء هلا، رح احاول اني اطلع ورح ارجع اتمشى شوي، بس ما في كتير برد، بس انه يعني الطقس شوي ويندي. في ناس لبست جاكيتات وتياب شتوية، ما بعرف كيف الطقس هون، كيف هالمناخ هون، ما بعرف. خبروني اللي عايش هون بجنوب غرب فرنسا، يخبرني كيف الجو هون. يعني هيك بتصير مثل بريطانيا، بنشوف 4 فصول بيوم. فبدي اتمشى هلا بعد بالسيتي سنتر وارجع اروح على البحر، بس ناطر لشوي هيك يعني يتحسن الجو. شو هالحظ السيء عن جد، يعني كنت حابب يعني اروح على البحر اليوم وهيك، بس انه واحد يعني ينزل يتسبح، بس للأسف ما زبطت. لازم السنة الجاي الواحد يعني بدي اختار انا اعمل بلان لهوليداي بيتش، لازم تكون بمكان واحد يقدر يضمن الطقس يكون شمس ودافي، يعني مثل ما بعرف عم فكر ببالما دي مايوركا السنة الجاي. فهيدي الأسواق هون، ومثل ما شفتوا موجود كارفور. هي المدينة الصغيرة وسيتي سنتر تايلا صغير. بدي اطلع بعد لفوق، على هي جاي مثل طلعات كلها بتطلعوها الجبل، تحسوا هالمدينة مبنية على جبل. بس حلوة هيك، بيوتها حلوة هون، المكان حلو، طبيعة حلوة وبيوت حلوة، فيها شي من اسبانيا، شي من الدول الشرق الاوسط، هي خاصة من على حدود اسبانيا، فاكيد يعني يكون فيها في اشياء كومن. بس هون حلو، هون عن جد حلو، المكان كتير حلو ونظيفة، يعني في نظافة كمان. تحسوا هيك شوي كمان هون. هلا انا عم بمشي على ذكرت ايام جران كاناريا وتنريف، كمان جزر الكناري لما رحت لهم كمان نفس الشيء. هلا انتو اذا حابين تشوفوا صور وفيديوز، بحب ارجع اذكركم عم نزل انا على الانستغرام وعلى التيك توك، فيكم تدخلوا على اللينكس موجودين بصندوق الوصف وتفوتوا وتشوفون تعطوني رايكم. ليكم اجمل البحر من هون، ليكم هالمنظر قد ايه حلو، شايفين منظر كتير رائع. بس رجعت تشتي هلا. يعني رجع هلا عم ما بعرف، بس عم فكر انزل، يعني بدي اعمل هالمغامرة وانزل لتحت على البحر. بس كل ما عم بنزل شوي عم شوف المنظر عم قرب اكتر من البحر، عم بيكون المنظر اجمل واجمل. ليكو هلا كيف حتى تغير لون البحر، وليكو من هون قد ايه حلو. ان شاء الله يكون تصوير حلو وعلى ذوقكم. شوفوا قد ايه عن جد كثير حلو من هون. رح انزل انا هلا، بدي انزل لتحت على الكورنيش البحري، بشوف العالم عم ينزلوا كلهم لتحت. تقريبا مش كثير بعيد، يعني نازلة هيك 5 دقايق. هي مثل كأنه نحن على جبل ونازلين هلا على البحر. وهون في مقاعد حتى كمان بتحبوا تقعدوا بتستمتعوا بهالمنظر، بتسترخوا. شوفوا قد ايه الفيو حلو كثير. عم شوف عالم من جايين اكثريتهم من اسبانيا عم يعملوا سياحة هون كمان، كثير عم بسمع حكي اسباني. فهلا صار الجو احسن شوي، عم بشوف عم بحس انه دف الطقس، الشمس عم تطلع. المنظر كتير خيالي، كتير حلو. عن جد كتير حلو. في شط هلا لهونيك عادي كلمان، هلا ما بعرف اذا بروح. بمشي شوي، فالناس هون عم تيجي بتعمل بتمارس هواية الجيت سكي كمان، اللي بحب بيجي لهون. شفت انا ناس عم يستأجروا منهم وعم بيروحوا، في جروبس كمان جايين من بريطانيا بس كرمال هواية الجيت سكي.
ففي شاطئ لقدام، بس مبين على الميل التاني محل ما صورت لكم اول شي اجمل من هون. هون ما كتير في عجقة، بس على الميل التاني اكتر شي. بس اللي حبيته هلا البحر، قديك قد نضيف طلعوا، قد نضيف كمان. وهون الناس اللي بدها تجي كرمال الجيت سكي كمان من هون تقدروا تستأجروا أي شي بدكن إياه موجود هون. هلا الصيفية بعدها يعني، بس هون ما بعرف أمتى ببلش عندهم فصل الشتاء، و إذا مثل عنا نحنا بتبلش بكير ببريطانيا، ما بعرف هون كيف. نحن عنا هلا بفوت سبتمبر وخلص خلصت الصيفية، مش مثل الميدل ايست بيضلوا لشهر نوفمبر، بيضل طقس دافي. ليكو هون هيدا كمان شاطئ تاني، عم شوف ناس عم تعمل اكتيفيتيز. هيدا حلو هذا الشاطئ، بس بعيد يعني عن السيتي سنتر، يعني اللي بده ينزل بالباص هونيك بده يمشي مسافة طويلة ليوصل لهون. فلهذا السبب هذا ما كتير عليه عجقة، هيداك عليه عجقة كتير، لأنه الناس لأنه قريب من السيتي سنتر وكل حدا بيجي بالباص دغري بينزل. فبرجع هلا بمشي على بدي كفي ارجع اتجاه السنتر، بدي ارجع محل ما من المكان اللي اجيت منه. وهيك بصور لكم هون، شوف المنظر صار أجمل وأجمل والسما صارت زرقاء، كتير الفيو حلو. إن شاء الله كلكم بتزوروا هيدا المكان. فهلأ رح أرجع على محل ما كانت، بدي أدور على محل آكل فيه، إن شاء الله لاقيلي شي محل مرتب. يعني امبارح كان جاي عبالي بيف ستيك بس قالوا لي خالص بكذا محل، رحت على محل تاني اكلت بانيني. هلا لشوف ارجع اروح لعندهم هن زيتون اسالهم، لانه امبارح قالوا لي تعال بكره، بس هلا بعد بكير للاكل، بعد معنا وقت، بعد معي وقت اصور واتصور لانه المكان كتير حلو عن جد. ما في أحلى من الصيفية، ويروح الواحد على أماكن فيها بحر وطبيعة حلوة. خبروني أنتو بالتعليقات وين رحتوا بهالصيفية، رحتوا شي على أماكن، شو بتنصحوني مثلا، where do you recommend، ممكن تخبروني تحت بالتعليقات. شي كتير حلو هون كمان، هون حلو هيدا الشط الصغير، مش جايب معي تياب سباحة، لو تحسن الطقس ما فيني ما رح انزل، ما حسبت حساب للموضوع، لما شفت شتا خلص غيرت رأيي. فهلا بدي ارجع على السنتر، وهون شفت هذا الطريق فبدي اطلع منه، شوف العالم كلها رايحة بهذا الاتجاه، فبدي اروح شوف شو في هوني. على جنوب فرنسا يعني معروف من زمان قديه حلو وقديه كبير، يعني إذا بده يزور واحد كل مدينة بده سيارة وواحد يقدر يتجول. يعني مثلا إذا بتحبوا تروحوا على نيس، من نيس تقدر تاخدوا سيارة أو باص حتى كمان على كان، يوم على كان، يوم على مونتي كارلو، يوم على موناكو. جيت هلا بدي آكل آيس كريم، شفت هيدا المحل مع إنه دفي الطقس، فقال قلنا صار وقت يعني الايس كريم، فاخذت 2 سكوبس، طلبت المانجو وطلبت كمان مثل التشيز كيك، طلع صار 4 يورو ونص، فما بعرف بالباوند قد ايه، يمكن شي 3 وشوي، بس اكيد رح يرجع يبين لي هلا لانه دفعت انا بالمونزو.
وهلا من بعد ما اشتريت الايس كريم وهيك، فبدي عم اتمشى بهذا الشارع، الشارع كتير حلو هيدا، وعجقة مثل ما عم تشوفوا، كله مطاعم وبابس، كتير حلو هيدا الشارع. بالنسبة للأكل، رجعت على نفس المحل اللي سألته امبارح، فما عنده بيف ستيك، ورحت على محل تاني كمان ما عنده بيف ستيك. الأكل هيك يعني كله مثل، يعني ما في شي مميز. البحر بده ياكل سمك وهيك، وهذا على الميل التاني امبارح شفتهم، وكان في كيو كتير اذا بتحبوا كمان السي فود وهالقصص، فما بعرف، عم فكر ارجع على الاوتيل بعدين وباكل هونيك، بشوف يعني اذا في عندهم شي انترستينج نجرب بالاوتيل. اصلا هلا من بعد ما اكلت الايس كريم ما كتير عم بحس بالجوع، ف لشوف هلا لارجع. فهلا بدي ارجع ادور على الباص ستوب، ومن هون عن جد كتير حلو المكان، رح اشتاق له عن جد، كتير حلو. ليكو عن جد شوفوا قد حلو، يعني قد صغيرة هالمدينة بس حلوة وراقية. فالعجقة أكتر هلأ من امبارح بهذا الشارع. امبارح انا مرقت من هون، بس مع انه المحلات كانت مسكرة فما قدرت اشوف كتير، فطلع قدامي هيدا المحل عم ببيع مثل العاب هيك اشياء. انتو شايفين الباندا هون باحجام بيني حقيقية كمان، هيك مثلا مثل الحية. هفوت لجوا فرجيكم حلوين، لك عنده اشياء حلوة. شوفوا الحيوانات فوق، في اشياء صغيرة وفي اشياء كبيرة، بس هالحلوة هيك مثل هيك شغلات مثل الكاتس وهي الارانب البانيز غزال. هذا المحل كتير حلو، حلو كمان حتى التايجر. المدينة الصراحة ما بينشبع منها، كتير حلوة. يعني أنا خلص بدي أرجع على الأوتيل، حسيت حالي تعبت، بس الحقيقة يعني المكان كتير حلو. يعني عن جد دايما بدي أتشكر زميلتي اللي هادتني هالفاوتشر على بياغيتس. يعني أنا أبدا ولا مرة فكرت إني حأجي زورها لهيدي المدينة لولا ما هي تهديني، أبدا. بس عن جد حلوة، يعني هاليومين كتير حلوين قضيتهم هون بالرغم من سوء الأحوال الجوية، لأنه عن جد مكان كتير مريح للنفسية، وخاصة بهيك بالصيفية. يعني إذا بس تجوا واو مثل ما شايفين، بس هيدا المكان السيتي سنتر مغيدو بياغيتس أجمل من باسكيه. ما بعرف، او يمكن لانه امبارح كان كتير ضباب، ما قدرت يعني حسيت المكان حلو بباسكي، ما بعرف. وفي منطقة تانية قلت لكم اسمها بايون كمان، بس ما قدرت زورها، وانا بكرة راجع على لندن، فهلا عم دور على الباص ستوب لارجع اعتقد على الميل التاني. فانا رجعت على الاوتيل وما لقيت عندهم شي صراحة انترستينج، فطلبت التشيز برجر. فما بعرف عندهم بيعملوا الفرنش فرايز بهيدي الطريقة، بس ما مبينت لي انها فريش ابدا. طلبت منهم يعمل لي البرجر ويل دان، لانه هن ما بيعملوها ويل دان. هلا صراحة اكلتها غصب عني، منا طيبة ابدا. يعني يا ريت لو ماكل شي تاني كنت بالسيتي سنتر كان احسن، لانه ابدا ما طيبة. البطاطا ما بتتاكل، مع انه سألته قال لي هيك بيعملوها بهيدي الطريقة هن. انا لما رجعت نزلت على المسبح تسبحت، رجعت طلبت الاكل. بعد شي ساعتين برجع بروح على الجيم، حجزت معاهم، لازم تعمل بوكينج. وهذا المكان هون حد الاوتيل كتير حلو، بس لصور لكم اياه عن جد كتير حلو، طبيعة حلوة، يعني هيك في دمج بين الطبيعة وكل شي. فاليوم موعد السفر خلصوا، اللي خلصت رحلتي خلصوا هاليومين، وهلا
طلعت على الساعة 12 إلا تلت، والمطار منه بعيد مثل ما بتعرفوا، ربع ساعة مشي. بس بدها تشتي شكلها لأنه طول الليل كانت عم بتشتي، فما بعرف كيف بدي أوصل أنا هلا على المطار لأنزل آخذ البريكفاست وبعدين بحمل حالي وبمشي بعمل تشيك أوت. فهذا البريكفاست، فراح اخذ البريكفاست هلا وارجع اطلع دغري ضب اغراضي واروح على الاوتيل. بس برا عم بتشتي يعني بغزارة، ما بعرف. فمثل ما شايفين ليكو الطقس كيف عواصف والشتا ما عم بتوقف. ما عرفت حالي شو بدي اعمل، كيف بدي اروح على المطار لانه ما بقى معي غير ساعة ونص. فاتصلت بالريسبشن، قاموا قالوا لي في شاتل بياخذني مجانا لهونيك، قالوا لي بعد ربع ساعة، فرح انزل انا هلا. عن جد شكرا لألهم كتير بهذا الاوتيل انه قدروا يأمنوا لي شاتل خلال ربع ساعة، وهلا الدرايفر ماخذني على المطار وهو بيبعد بس 5 دقايق يعني بالسيارة المطار. بس ليكو الطقس كيف، فان شاء الله لحق اوصل لما يكون في عجقة، لانه طيارتي الساعة 12 الا تلت وهلا الساعة 10 ونص. فوصلت على المطار وعملت تشيك ان، بس كان في كتير عجقة كمان بالمطار وما في غير 2 على التفتيش. فهلا عم بوجي على الطيارة يعني دغري. عملت سكان ومرقت بوردينج وهلا بدنا نطلع على الطيارة. طلعنا واخيرا هلا صرنا فوق بياريتس. ليكو الجو، ليكو كيف. وقالنا هلا البايلوت قالنا انه كابتن الطياره قالنا انه ب 25 درجه الحراره بلندن، وليكو هون ببياريتس درجه الحراره 18. فوصلنا هلا على لندن على مطار ستانستد، واخذت الرحله تقريبا ساعه و45 دقيقه. ف سافرنا يعني من بياريتس طلعت الطياره 12 الا تلت، وهلا هون الساعه 1 الا تلت. فهلا بدنا نروح على الباسبورت كنترول وبعمل سيلف تشيك اوت وبروح على البيت. في شغله بدي اقول لكم اياها لكل المتابعين، اذا كنتوا جايين من الايو اذا معكم باسبور اوروبي تقدروا تفوتوا على الكيو الاي باسبورت تعملوا سيلف تشيك اوت، بس للي معاهم الباسبور النرويجي والسويسري ما بتقدروا، مكتوبه هون ما بتقدروا تروحوا باللاين الاي باسبورت. بشكركم انا على المتابعة، وان شاء الله ما كنت طولت عليكم بهذا الفيديو، واعطوني رأيكم فيه واشتركوا بالقناة لدائما يوصلكم كل شيء جديد. باي باي.